الواحد أمين تحل علينا نعمته ورحمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. تسالونيك الثانية 5:21. الإصحاح الخامس من تسالونيك الثانية مليان بالنصايح المختصرة القصيرة اللي احنا ممكن نسميها سهمية، يعني يقول لك كده حاجات ورا بعضها سريعة كده، كلها عميقة وكلها ليها أهمية، وفي الوقت ذاته من أهميتها بولس الرسول أو أي حد بيكتب فيها بيتوخى فيها حاجتين، يتوخى فيها الدقة والوضوح، وفي الوقت نفسه جمع المعنى. يعني لما يقول امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن، تحس انك انت ايه فهمتي الموضوع، مش محتاجة يكتب بعديها آية تاني ولا قبلها حاجة تاني. زي ما يقول مثلا اسندوا الضعفاء، يعني ما بين اسندوا الضعفاء، زي ما يقول صابرين في الضيق، حارين في الروح، عابدين الرب. تلاقي النصيحة ايه، الآية او الوصية جاية ايه، واضحة ومركزة فيها كل اللي يعني ربنا عايز يقوله لنا. يعني فمن ضمن النصايح والوصايا السريعة القصيرة السهمية دي، امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. إن كان بولس الرسول في العصر الرسول الأول شاف إنه حاصل في الحياة حاجات كتيرة متخالفة ومتعددة الاتجاهات ومليانة بالأخطار اللي ممكن يعني يتعرض ليها أولاد ربنا، إذا كان بولس شاف ده في العصر الرسول الأول إيراد واحد، فلما موجود وسطينا دلوقتي هيشوفوا كم إيراد؟ 24 إيراد. ليه؟ ازدادت جدا الأمور المتخالفة، والثقافات تعددت جدا، وبقى الواحد يعني بيوصلوا كل يوم من 100 سكة توصلوا حاجات كتير خالص، وتتعرض عليه حاجات كتير، وعينه بتشوف حاجات كتير، وودنه بتسمع حاجات كتير، وبيجي على باله أفكار كتيرة وعروض كتيرة بتيجي على الإنسان بشتى الطرق. يا حد بيكلمه في تليفون يعرض عليه موضوع، يا حد بيقابله بيقول له كلمتين يتعب قلبه تجاه حد معين، يا واحد بيعرض عليه خبرة جديدة وثقافة جديدة في حاجة تاني طلعة في العالم. فبقينا في خطر عظيم، بقينا في خطر عظيم، دي حقيقة، يعني بقينا في خطر عظيم لدرجة انه عقل الإنسان ما بقاش مستوعب نسبة أو سرعة أو عجلة التطور اللي حصلة، العقل مش مستوعبها. يعني ما نصدق نفهم حتة، نبص نلاقي طلعنا مش فاهمين حاجة، لا ده في حاجات إيه، ده في حاجات أصعب وأكتر وأخطر، يعني عمالة تتقال وعمالة تطلع وعمالة كذا، درجة إن احنا نقف قصاد الحاجات وصاد التطور ده نقول يا رب طب هنروح فين يعني بعدين، يعني بعدين كاميرات بتراقبنا، ها حاجات كتيرة الواحد يكون بيعملها بيتصور انه بيعملها لوحده، بيفاجئ ان الناس عارفة كل حاجة عنه. طب نعمل ايه، نعمل ايه؟ عايزين نعيش، عايزين يا رب نكمل حياتنا صح، مش عايزين نتعب. يعني لو احنا حصرنا الموضوع جوه يعني فكرة الحداثة والممارسات اللي بنعملها كلنا أو معروض علينا كلنا نعملها من باب استخدام الأجهزة الحديثة أو من باب الممارسات، يعني من جهة مقابلات، من جهة خروجات، من جهة أنماط تعامل. النهاردة برضو اختلفت الدنيا، يعني مناهج الصداقة دلوقتي غير مناهج الصداقة زمان. إلى أي درجة أقبل صديق؟
إلى أي درجة أقبل صفاته وطباعه زي ما هي كده وأتعامل معاها؟ طب هل أقول كل الناس بقى وحشين بحيث مش هينفع لي ولا صديق؟ طب هعيش لوحدي ولا أختار إزاي ولا أعمل إيه بالظبط؟ الناس بقى ليها نمط معيشة، نمط معيشة في الأكل وفي الشرب وفي الخروج وفي الفسح، وبقت في نمط حوار حتى يعني يتعاملوا مع بعض بطريقة كده اختلفت برضو عن زمان. حتى بتجيلنا ساعات بوستات كده يقول لك يعني كنا بنقول وبقينا نقول، يقول لك يعني اسمها من فضلك مش عارف كذا، اسمها شكرا مش ماشي، اسمها لو سمحت مش اعمل كذا، يعني حاجات كتيرة كده تيجي قوائم كده ايه في الاخر يقول لك كنا في الزمن الجميل بنعمل كذا ودلوقتي خبنا ما بقيناش نعمل كذا. طب الواحد يعمل ايه في العك اللي حاصل في العالم ده؟ في مقابل هذا الأمر مطلوب مننا سياسة وتدابير بنسميها تدبير الاختيار أو الانتقاء selection. يعني إيه؟ يعني الواحد قصاد عينه إيه؟ حاجات كتير، الملعب واسع قوي، طيب أنت اختار. عشان كده قال بولس الرسول إيه؟ امتحنوا كل شيء وبعدين تمسكوا بالحسن. ده بقى الاختيار او الانتقاء، ان انا بشوف كل حاجة قصاد عيني، مفيش حكم على حاجة ان دي غلط 100%، لان في حاجات يعني داخلة في الموضوع، يعني الموبايل مثلا مش غلط، الواتساب مش غلط، الفيسبوك مش غلط، اي حاجة من دي مش غلط، سموها وسائل اتصال. طب استخدم ايه فيهم اللي يناسبني؟ طب لما ادخل عليه اختار بالظبط اي نوعيه من الاكتيفيتيز او النشاطات اللي يعني تناسبني كابن لله. يقول لك اختار وتمسك بالحاجه الايه، الحاجه الصح، تمسك بالحسن. يبقى انا محتاج ان انا ادرس ما هو مناسب ليا، ما هو مناسب لسني، لحياتي، لاهتماماتي، لظروفي، لبيتي، لطبيعتي، مش كده؟ كابن لله اللي يناسبني. اللي تعرض علي حاجات كتيرة خالص، حاجات كتيرة خالص، أشوف أنا هل يصح إن أنا أعمل كذا أو أروح كذا أو أجرب كذا ولا ما يصحش. إن كان يصح تمسك بالحسن وتحرك فيه، طب إذا كان غلط ابعد عنه بكل قوتك، ابعد عنه بكل قوتك. ليه؟ ما هو ما بقاش حسن، بقى وحش، فلما بحاجة وحشة تتمسكش بيها، تخليهاش هي نفسها تتشعبط فيك عشان ما تتعبش وما تضعفش. ودي قالها بولس الرسول بمعنى آخر في رسالة كورنثوس لما قال كل الأشياء تحل لي ولكن ليست كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي ولكن ليست كل الأشياء للبنيان، كل الأشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي أي شيء. إذن في قاعدة للانتقاء وقاعدة للاختيار أنا لازم أخذ بالي منها. لو حبينا نحصر الحاجات اللي مطلوب أختار منها، محصورة في الصداقة زي ما قلت، في القراءات، مجلات، جرائد، غيره، طبعا دلوقتي محدش بيقرأ، في ملفات بتاعة الانترنت اللي بتجيلي، البوستات اللي بتيجي، حاجات اللي زي دي، أسماء الجروبات اللي بتيجي على الفيسبوك أو على اليوتيوب، أخش على جروب بيحكي لي على الطبخ ولا بيحكي على السياسة ولا على الدين ولا على الرياضة ولا على حاجات البورنو اللي هي الحاجات النجسة الوحشة، أخش فين بالظبط؟ طب ما كله بيجي لي على بعضه في باكج واحده كده، في سله واحده كده، نبقى فاتحين حاجه دينيه نلاقي تحتها عنوان خربان خالص خالص. الواحد لو مش واخد باله منه ممكن او يجرب، ولو جرب طب عجبك ولا مش عجبك، لو هو حد شهواني مش لذيذ كده فكره ممكن يكمل الفيديو للاخر، وقبل ما يكمله للاخر يروح رميله هو ايه كان فيديو تاني، وبعد ما يخلص ويضيف الموبايل يجي يفتحه يلاقي بعت له بقى على النوتيفيكيشن ايه على شاكلة هذا اللي انت قلته، ما انت زرت المكان ده، ما انت جيت، ما انا جبت رجلك. طب انا اعمل ايه؟
يملى بقى، خد عندك بقى. وهناك عندهم ايه؟ طوفان طوفان ما يتلمش ما يتلمش. يبقى احنا مطلوب ان احنا ناخد بالنا من هذا الامر. العمل برضو، اختيار العمل. يمكن الناس مش لاقيه شغل دلوقتي، بس حتى العمل كنا نختاره برضو، عمل يقربني لربنا ولا عمل يبعدني عن ربنا. هل لاني محتاج اشتغل اروح اشتغل في كباريه ولا في صاله كازينو بتاع قمار، ولا ينفع ولا ما ينفعش، يناسبني ولا؟ طب اذا رحت هقدر امسك نفسي عن الغلط، ولا اقدر ابقى كويس ومستقيم وكويس كده، ولا هتيجي رجلي كده فبلاش اروح؟ كل دي حاجات معروضه علينا. تمسكوا بالحسن. المقاييس بتاعت اختيار شريك الحياه نفسه، بنتك ولا حفيدتك ولا ابنك ولا كده، لما يجي يختار، طب يختار بناء على ايه؟ اختار البنت الجميله ولا البنت جمالها داخلي الواعيه العاقله اللي ها؟ اختار البيضه ولا السوده ولا مش عارف؟ كل بقى دي حاجات تخش في الايه؟ تخش في الموضوع. التصرفات والسلوكيات، تمسكوا بالحسن. سامحوني، حتى الممارسات اليوميه، الممارسات اليومية يعني حركة البيع والشراء والمشاوير والخروجات والكلام ده كله، برضو امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. فيش واحدة بتخش السوبر ماركت ماسكة العربية كده وماشية بعشوائية كده، تروح جايبة من أي رف ومعبية وتروح عند الكاشير وتقول له حاسب وخد كارت الفيزا وحاسب حد بيعمل كده؟ لا، أنا بخش بشوف أنا محتاج إيه؟ مش كده؟ أنا محتاج إيه؟ ده أنا من قبل ما أدخل أساساً بقول أنا عارف عايز، بعمل حاجتين، أشوف بيتي محتاج إيه؟ والضروري يعني الأكثر ضرورة قبل الإيه؟ الأقل ضرورة، واللي أقدر أأجله أأجله، وبدرس حاجة كمان، معايا كام؟ معايا كام؟ مش الراجل يديني المرتب النهارده اروح صرفه نصه في السوبر ماركت واجيب له تفاهات واقول له انا دخلت السوبر ماركت، وهنعيش ازاي؟ مش عارف انت هنكمل الشهر ازاي؟ ها؟ ما هو بصي، بنلاقي انت برافو لقيت عروض، ما العروض دي برضه خدي بالك، العروض دي اغراءات، والعروض دي ممكن تفلسك وفي الاخر تكتشفي نفسك جبتي من حاجه ست سبع حتت، طب هتعملي بيهم ايه؟ واخدة بالك؟ هتعملي بيهم ايه؟ الست سبع حتت دول، طب انا اجيب حتتين على قد دي هيقعدوا معايا شهرين. يعني عايز اقول الفكرة كلها ان الموضوع موضوع عملي جدا وحيوي جدا. يعني امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. فيش حاجة اسمها عروض. هم طبعا احنا بقينا اصل في زمن الاستهلاك، وبقينا في زمن الاعلانات يعني، وعايزين يجيبوا من قلب جيب الراجل، من قلب شنطة الست، عايزين يطلعوا كل ما ليهم ويفلسوكي. هي دي حقيقة، وإغراءات ومش عارف إيه وهكذا. طب وبعدين يعني نعمل إيه؟ امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. أنا محتاج إيه؟ أنا يناسبني إيه؟ أنا إمكانياتي تخليني أجيب إيه؟ واجيب ايه النهارده واجل ايه للشهر اللي جاي، وايه الاهم فالمهم، الاكثر ضروره فالاقل ضروره، وهكذا. نكتشف انه الايه دي عباره عن غربال كده، يغربل الاحتياجات ويغربل الاهداف ويغربل الرغبات، ويخلي الواحد فينا فعلا يعمل الشيء اللي يخدم بقى ابديته خلاص، نفسه من ناحيه، يخدم سلامه من ناحية، يخدم سلامة تدبيره حتى المادي من ناحية تاني، ويخلي الدنيا تمشي كويس على مستوى الأسرة وعلى مستوى العلاقات وعلى مستوى يعني حاجات كتير خالص. امتحنوا كل شيء وتمسكوا إيه؟ وتمسكوا بالحسن. ساعات الواحد يقول لك ما أنت بتقول يا ابونا هو امتحنوا يعني جربوا، فانا اروح اجرب بقى كل حاجه وبعد كده اقول ينفعني وما ينفعني؟ لا، في حاجات التجربه فيها خساره، التجربه فيها خساره. يعني في حاجات تبقى في خطوره انك انت تكوني بتجربي سم، ينفع؟ ها؟ مش هتلحقي يعني، واخدين بالكم؟
ما فيش حد يجرب السم ويقول هشوفه بيموت ولا بيموتش. مش هينفع. ما في حاجات ما ينفعش فيها الايه، ما ينفعش فيها الكلام ده يعني. والشباب ساعات بتضحك عليهم يقول لك ما انت قلت اهو امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. انا لازم اجرب السيجاره ولاقيها ما اذتنيش، طب اجربها بالحشيش الاقي نفسي يعني دماغي اتهزت هزه خفيفه كده بس حسيت بنشوه يعني، طب ده حلو خالص، طب نجرب الهيروين بقى اللي يطلق الدنيا كده والواحد يبقى تايه خالص طب ما نجرب بقى الميه الخمره يعني. هتقعد تجرب في الاخر حاجه من دي هتتعلق فيك، مش هتعرف تختار، مش هتعرف تختار، هتبقى وقعت في مشكله كبيره. فمش يعني اي حاجه يصلح فيها التجربه، انما لما اجي امتحن كل شيء في مقاييس معينه همتحنها على همتحن عليها كل شيء. ايه المقياس ده؟ مقياس يناسبني ولا لا، يوافق عليه ربنا ولا لا، الوصيه توافق عليه ولا لا، فيها شيء يخدم ابديتي ولا لا، يناسبني كطبيعه انسان ولا لا، يناسب عيلتي بيتي حياتي، يناسبني كخادم في الكنيسة ولا يناسبني كشاب مسيحي أصيل حلو. كل شيء لازم أنا إيه يعني هنا امتحنه، يعني أحطه تحت الإيه، تحت الميكروسكوب كده وبص فيه، مش أروح أجربه. ها أروح أجربه دي هتبقى إيه، هتبقى خطير. لكن أنا أدرس وأفكر وأحسب وأستشير في الاخر اعمل ايه، اعمل المناسب ليا اللي هو بيسموه الحسن. الحسن يعني ايه؟ اللي بيناسبني، اللي ما بيغضبش ربنا، اللي بيتفق مع مبادئي ومع اهدافي ومع اخلاقياتي ومع كوني ابن ربنا ومع بيتي وابويا وامي اللي تعبوا وربوني، ها مع كل الحاجات الجميله دي. ساعتها هحكم على ان هذا الامر حسن ام غير، ام غير حسن. بايه؟ مش بالتجربة، لا، بالدراسة، بالصلاة، بالفهم، بالتعقل، وهكذا بهذا الكلام يعني. طبعا إبليس بيخاطب الغرائز بشكل صعب خالص، والفدائيات والفضائيات عاملة لنا مشكلة جدا. ربنا ربنا يرحم، ربنا يرحم. الحاجات اللي مش حسنة إغراءاتها كبيرة وشهرتها واتساعها كبير. يعني لو قعدوا يحسبوا مثلا، عملوا إحصائية من كام سنة، مش من سنة دي، من كام سنة، لقوا إن البلاد العربية أكتر بلد بتزور المواقع الجنسية، أكتر بلد، أكتر بلاد بتزور المواقع. ولقوا إن مصر أكتر بقى من إيه، من أي بلد تاني. وبعدين لقوا حاجة غريبة قوي، جوجل بيقدر يعرف انت قعدتي على الفيلم الفلاني قد ايه من الفيلم. فبص لقى انه نسبة اللي بيكملوا الفيلم لا تتعدى مثلا 2% من اللي بيفتحوه، والباقي ايه، ثواني ثواني. ليه؟ هي شاف منظر يقلب على غيره عشان عايز يشوف منظر تاني، ويجري يجري 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 يشوف منظر يلقطه. طب وبعدين في الخيبة اللي احنا فيها دي، الحاجات الضارة بقت بالملايين، والحاجات النافعة بقت تستخبى. ومن مصلحة العالم ان هو يخبي، يخبي عليها، زي ما قلنا قبل كده ان الإباحية صارت ماشية في الشوارع رافعة الرأس والفضيلة تتوارى. الإباحية في الشوارع في منتهى الجرأة رافعة الرأس والفضيلة عمالة ايه، عمالة تتوارى. بحيث بقت الأخلاقيات عملة نادرة، والأسلوب اللطيف عملة نادرة، لكن الذوق والأخلاق والحاجات دي كلها ما بقتش إيه، ما بقتش موجودة يعني خالص. طبعا إحنا في زمن بقى التكاتك وزمن الفوضى وزمن كل ده بقى، يعني حدث ولا حرج يعني. مطلوب إن إحنا نمتحن كل شيء ونتمسك بالحسن، نمتحن كل شيء ونتمسك بالحسن. محتاجين نعرف، نعرف يعني المناهج اللي احنا نقتني بيها ثقافة، ثقافة الاختيار دي. يعني احكم على ده ازاي؟
احكم على الامور دي ازاي؟ زي ما قلت لكم في الكلام وسط الكلام كده، عندنا مقاييس، مقاييس معينه تخليني اقول ده يناسبني ولا ما يناسبنيش، ده ينفعني ولا ما ينفعنيش. ربنا بيقول ايه في الامر الفلاني؟ الوصيه بتقول ايه؟ اذا كنا عارفين انه الكتاب بيقول لنا سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، يبقى الكتاب نور والوصيه نور، يبقى انا لازم اشوف الموضوع الفلاني، الموقف الفلاني، التصرف الفلاني، العرض الفلاني يتوافق مع الكتاب المقدس، يتوافق مع حياه انسان بقى الكتاب منهجه، ها ولا ايه الحكايه بالظبط؟ هلاقي نفسي الكتاب المقدس عباره عن فلتر او مرشح كده يقول لي ايه اللي يعدي وايه اللي ما يعديش. طيب يتوافق مع علاقتي مع ربنا ومخافه ربنا في قلبي ولا لا؟ يعني العباره والصيحه الجميله اللي قالها يوسف لامراه فوتيفار لما قال لها كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. على فكره وكان بيختار، هو حر وكان ممكن يختار العكس، وخصوصا يعني ان هو كان ممكن ابليس يقنعه بان انت عبد، يعني ما انتش حر لنفسك، ها ودي ايه دي مرات سيدك، وسيدك ده مين؟ ده زي وزير الداخليه ودي مراته. كان ممكن يقول له خاف من السجن، كان ممكن يقول له ده انت جات لك فرصه عمرك، ده انت عبد، عارف دي لما تبقى معاها مثلا زي ما هي عايزه كده دي هترفعك، دي هتخليك مش عارف ايه الرجل الاول في القصر، ده هتعمل كذا وكذا وكذا، ده هتبقى انت سيدها، يعني هي المفروض ستك يعني بس انت هتبقى ايه سيدها. كان ممكن يقول له خد بالك دي واقعه فيك، ده مش انتوا عارفين طبعا الكلام ده يعني. لكن هو عمل ايه يوسف؟ اختار كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، فتمسك بالحسن مهما كانت الضريبه اللي هيدفعها. هتتفضح، هتتبلى عليك، هتترمي في السجن، ودي ابسط حاجه، ممكن يكون هيموتك جوزها ودي ابسط حاجه. يقول لك لا لا، طاعه لربنا فيهاش حاجه تاني بعد كده. عشان كده ترنيمه بتاعت سيدنا البابا الجميله يقول لها هو ذا الثوب خذيه ان قلبي ليس فيه، ها انا لا املك هذا الثوب وكذا لن تملكيه، قلبي انه ملك لربي وقد استودعنيه كيف اخطئ. ايه ده الكلام ده جميل قوي. يقول لها اه لو عرفتي ما اعلم عن ابرام جدي ابراهيم، قصه الطاعه والمذبح والابن المعدي، يقول لها طاعه اورثتها، ها اصبحت عنوان مجدي، طاعه لله لا للشر، ان الشر يردي يهلك، طاعه للروح لا للجسم، ان الجسم عبدي، ساطيع الله حتى لو اطعت الله وحدي. شوفوا الكلمات عامله ازاي، اختار اختار، مع ان اللي بيتقدم له لو رمينا اي واحد في غيره ما عندوش شريعه مكتوبه، وبعدين عبد، وده مرات سيده، والخوف قصاده والاغراءات قصاده، الخطيه مغريه برضه، وده شاب صغير ده عنده 17 سنه، تخيل الوضع ده ومع هذا اختار ان هو ما يعملش الشر. فده فلتر، ده مرشح، ده مقياس، ده غربال. اهل الموضوع ده يعني ينفع اسيب نفسي فيه ولا لا؟ امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ما تقولش بقى اجرب، ما تقوليش اجرب، ما تقوليش طب وماله لو قعدت مع صاحبتي الفلانة دي بتقول لي ده بتحكي لي على مش عارف على فلانه وفلانه وفلانه، ونخش بقى ايه دي بتحكي لي على الميك اب وعلى الملابس وعلى اللانجيري وعلى ليله الدخله وعلى وعلى وعلى، مواويل مواويل حصرها مستحيل لانها طوفان. طب اعمل ايه من الاول؟ من العنوان؟
من العنوان، الجواب يبان من عنوانه على طول. لا ده ما ينفعنيش، ما ينفعش ابص كده، ما ينفعش، ما ينفعش حتى افكر ان انا اروح لهذا الموضوع. ليه؟ ما يناسبنيش، ما يناسبنيش، انا بنت ربنا، بنت ربنا ما يعملش كده، ابن ربنا ما يعملش هذا الكلام. يبقى اخد بالي واخش في حته التفرقه والتمييز ما بين ده وما بين ده، بالتالي هقدر ان انا ايه يعني ابقى كويس. شطار انتوا بس في انك تفرقي ما بين السمنه البلدي والسمنه النباتي، اللي مش عارف ايه وايه، لا ده دي طعمها كذا ودي طعمها، شطار شطار. والكولونيات، ونيجي عند العك ونندب. عند العك ونتعك. اعملوا معروف، اعملوا معروف. في بقى يعني بعد ما نختار بفهم وبوعي وبروح صلاة وبغربال الوصية، أشوف اللي يناسبني واللي ما يناسبنيش، وممكن المشورة تنفعني كمان، يعني ينفع يا ابونا أعمل كذا، ينفع أروح الحتة الفلانية، ينفع ألبس كذا. أنا مش ألبسه في الكنيسة يا ابونا، ده أنا رايح حفلة. طب أنت خادمة وأنت بنت ربنا، حتى لو مش خادمة، طب ممكن حد يشوف كل آدي المسيحيين وآدي بيعملوا ويسووا، ما يناسبناش يا جماعة، ما يناسبناش. لبس خليع ما يناسبناش، لبس رقصات ما يناسبناش، كده على طول. خلي من الأول كده، حتى لو راحة مش عارف فين، يقول لك ده مصيف. يعني إيه مصيف يعني؟ ما هو أنت بنت ربنا برضو، ولا أنت بنت في مصر مش تبقى بنت ربنا؟ هتخلعي عنك الصفة دي، أنت برضو بنت ربنا. وطب حد شافك يقول إيه؟ تمسكوا بالحسن بعد ما تدرسوا. فممكن ناخد مشورة، ينفع كذا وينفعش كذا، ينفع نروح الحتة الفلانية ولا ما ينفعش، ينفع في أفراحنا يا ابونا نخلي ولادنا يرقصوا ويعملوا ويسووا، ولا نقضيها كده ترانيم وحاجات جميلة في قاعة حلوة؟ الصح ايه؟ الصح انت عارفة الصح، عارفة انت، لو انت عارفة ان القاعة والرقص صح ما كنتش سألت ابونا، انت عارفة الصح، تعملي الصح. تمسكوا بالحسن، تمسكوا بالحسن في كل، عارفة الموضوع ده لو قعدنا نحكي فيه للصبح تقعدوا كده تهزوا في راسكم كده، بس انا عايز في الاخر نتعلم حاجة، نتعلم نخرج، نخرج وعندنا ايه؟ عندنا ثقافة اسمها ثقافة الاختيار، نتعلمها ونعلم ولادنا عليها، نعلم ولادنا عليها. عارفة زي بالظبط، رحت كلكم اليومين دول نازلين تشتروا لبس العيد، وولادكم وبناتكم روحوا اشتروا لبس العيد، ها؟ لا برضه في لبس، برضه يعني برضه في لبس. حشمة ايه بس يا مدام عايدة؟ اي باضية تحتي فوق جاكت وخلاص، ولما تتحري بتقلعي الجاكت وترميه، وانتهينا على كده وبقينا احرار. اكلم تاني ولا بلاش؟ انتوا ستات اصلكم. ايه فاهمين بعض كويس قوي. شتا ايه بس وبتاع ايه؟ فحاجات كتيرة، حاجات كتيرة، بس يا برضو أدرس الموضوع، يعني أروح أجيب ثلاث حتت ولا حتتين كفاية ولا حتة، ولا بلاش ما أنا عندي الدولاب مليان، أختار إيه؟ أختار كده، أختار وهكذا، أختار. يبقى إحنا عندنا الفلاتر أو الغرابيل اللي هنشتغل عليها، عندنا الصلاة، الفهم والعقل، عندنا الوصية، عندنا الإيه؟ المشهور. مهم قوي الصلاة، العقل والفهم، المشورة، وإيه؟ وغربال الوصية. طيب وصلنا إلى، وصلنا إلى فهم، امتحنا كل البدائل، وفي حاجة حسنة قلنا إن دي هي اللي هتنفعنا، نعمل إيه بعد ما نوصل لكده؟ اولا هتلاقي نفسك متحاربه في اللي انت اخترتيه، ابليس يقول لك ده، وده في الغالب بيبقى يعني في الغالب بيبقى على غير هواكي، يعني لان الجسد عايز دايما الايه؟ الرحرحه، يعني
الجسد عايز دايما الرخاوة وعايز دايما الحاجة السهلة، لكن لما هتقيسي الأمور اللي بتعرض عليك في مقاييس العقل والفهم والصلاة والمشورة والوصية، انت نفسك بتعملي حاجة على غير ما تريدين، زي ما قال الكتاب في غلاطية 5، الروح يقاوم الجسد وهذا يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. يعني دايما هيجي الاختيار على عكس رغبة الجسد، لأن العمل الروحي تقيل على الجسد، فدايما هيجي لك الاختيار على العكس. يبقى الواحد نفسه يعمل الغلط، بس اللي ماسكه إيه؟ ماسكه إن ده غلط، والمجتمع والأسرة وضعي ماسكه غلط لأني صليت وربنا قال لي لا ده غلط، غلط لأن الوصية بتقول إن ده غلط، غلط لأني خدت رأي أبونا قال لي غلط، بابا وماما في البيت قالوا لي غلط، واحدة صاحبتي قالت لي بلاش مش إحنا اللي نعمل كده، فأنا عارفة إن الغلط غلط، بس عشان أنا عايز الغلط ده فحاسة إيه؟ تقيل. نعمل إزاي؟ كيف ننفذ؟ كيف ننفذ هذه الاختيارات؟ آخر حاجة أكلمكم فيها، أنبا موسى أسقف عام الشباب دايما كان يكلمنا في ثلاث كلمات، آخرهم ألف عين، آخر كلمة آخر حرفين إيه؟ ألف عين. يقول أول حاجة الاقتناع، ثاني حاجة الامتناع، ثالث حاجة الإشباع. إيه الحوار اللي في الجنب ده؟ ثلاث كلمات، اقتناع، امتناع، إشباع. لو أنت مش مقتنعة بأنه الغلط غلط وأنك مست أو يجب أنك أنت ما تعمليش الغلط، مش ممكن هتبطلي الغلط، لازم اقتنع أن ده غلط. عشان كده دايما نقول إيه؟ الاعتراف عند أبونا أربع مراحل، أخطرهم الأولى اللي هي تعترفي بينك وبين نفسك إنك غلطانة، دي أخطر لأنها المفتاح بتاع اللي بعدها، أنا بيني وبين نفسي أنا غلطان وبعترف إن أنا غلطان، وبيني وبين ربنا بعترف إن أنا غلطان، وبيني وبين الكنيسة بعترف إن أنا غلطان، وبيني وبين اللي أخطأت في حقه بقول له أنا آسف، أنا بعتبر إن أعترف إن أنا غلطان. أربع حاجات أختارهم الإيه؟ الأولى، لأن لو مش مقتنع إن أنا غلطان هروح أقول يا لابونا ما أنا مش غلطان، هروح لابونا قبل ما هقول الخطيئة هقول الأعذار، كنت وكنت 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 يا ستي، طب وبعدين يعني ما تحكيليش الحكايه، اه رحت السوق وجبت ملوخيه وعملت تقليه وبعدين، يعني بعدين في ايه؟ يعني ايه اللي حصل؟ وفي الاخر يا ابونا بتقول لي مش عارف يا ست انت بتعملي ايه، قلت لها اسكتي يا بعد ما حكيتي فيلم قلتي في الاخر ايه؟ انك شتمتيها او زعقت لها او اتقففتي منها، طب ما تقولي على طول انك غلطتي. فعدم الإحساس إن أنا غلطان ده مشكلة كبيرة. أول حاجة الاقتناع، الاقتناع. البنات والشباب لما مش بيقتنعوا بيعملوا الغلط من وراء أهليهم، آه بابا قال لي غلط وشخط فيا وضربني بالقلم، ماما قالت لي غلط، بس بابا مش ماشي معايا ولا ماما ماشية معايا، وأنا رايح الكلية ولا أنا رايح المدرسة ولا أنا رايح الشغل حتى، طب ممكن أعمل غلط؟ ما هو إذا لم تخاف الله خلصت الشغلانة على كده، إذا لم تستحي فافعل ما شئت، اللي يعرف أبويا يروح يقول له. فلازم الاقتناع إن ده إيه؟ إن ده غلط، عشان ما مدش إيدي على حاجة غلط، مقتنع ده هيأذيني لو شفت مناظر وحشة، هتثبت في دماغي، هعمل خطية بعد كده، هيشوشر على علاقاتي بالناس، هيتعب حتى جسدي، احساس النجاسه وحش، كل دي بقى تخليني اعمل ايه؟ اقتنع، اقتنع ان ده غلط، ما انا امتحنت كل حاجه وشفت ان الحسن هو ده، لازم اقتنع ان هو ده الصح، هو ده الحسن، ده كويس، خلاص حلو قوي. في كل حاجه طبقوها يا جماعه، بس مش عايز احكي بتفاصيل يعني،
واخدين بالك في كل حاجه. يعني بنتك راحت تشتري حاجات، القصير بلاش منه، بس وهي شايفه نفسها في اوضه البروفه شايفه نفسها اخر شياكه في القصير ده، وانت حكمت عليها لا تجيبه عند الركبه او تحت الركبه بحاجه بسيطه. ممكن تتصرف هي مع نفسها وهي ماشيه تروح رافعه الفستان باي شكمه بقى فوق الركبه وشكرا، وغيره وغيره من الحاجات اللي بيعملوها البنات. خدوا بالكم من الكلام ده كله، كل حاجه لازم تقتنع ان ده غلط. قال ايه؟ الاقتناع. بعد كده يجي بقى الايه؟ الامتناع. واحيانا يجي الامتناع، الاقتناع قبل الامتناع، واحيانا العكس. ليه؟ انا بحب امشيهم مع بعض يعني، لان هو لما هيقتنع هيمتنع، ولما هيمتنع هيتحارب، فنقول له اقتنع، فالاثنين ايه؟ يمشوا مع بعض. طب واحد وقع في حتة الصراع ما بين الاقتناع والامتناع، والاقتناع عنده مش كامل، فالامتناع عنده بقى برخاوة، يعني مرة يعمل في حاجة ومرة لا، فبقى بيتدلع ما بين يعمل أو ما يعملش، هو ما بين أنه مقتنع ومش مقتنع، فبقى ممتنع في حاجة ومش ممتنع في حاجة، ممتنع أحيانا ومش ممتنع أحيانا تاني، فعايش عايش ايه؟ عايم كده. نقول له تنقصك حاجة واحدة، الإشباع. تشبع بقى بربنا، بقى تشبع بربنا، تشبع بالنعمة، تشبع بفهم روحي، تشبع بنور إلهي، تشبع بحكمة إلهية من خلال الصلاة والأسرار وعدتك مع الكتاب المقدس وعشرتك مع ناس حلوين ليهم مبادئ وليهم اتجاهات حلوة. تلاقي نفسك عملت ايه؟ شبعت. الله، طب ما انا شايف فلانة اسم الصليب عليها، تقدر تشتري وتعمل وتسوي، بس انسانة رزينة ومتزنة وقورة وكل حاجة. طب ما الدنيا حلوة اهي، انا ليه بقول لا؟ ليه بقول لا؟ ده نفس السويت شيرت اللي لابساه ده يعني انا لقيته بملاليم وقلت ما اجيبوش، بس ده اخر شياكة عليها. طب ما الدنيا كويسة اهي. ده اسمه بقى الايه؟ الاشباع، العشرة الحلوة مع ناس حلوين الايجابيين اللي علاقتهم حلوة مع ربنا، اللي عايشين الاكتفاء، اللي عايشين الرضا، اللي عايشين الشكر، اللي عايشين كذا كذا كذا، كل ده يعمل لي عملية ايه؟ اشباع. ما بقى شبعان بقى بالنور، بالحكمة، بربنا، بالعشرة مع ربنا، بناس كويسة، بده 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 بده، هل نفسي في الآخر إيه؟ سهل عليا جدا جدا جدا، سهل عليا أقتنع وسهل عليا أمتنع. قال إيه؟ الإشباع. هاخد قرارات صحيحة وهوصل إلى الآية الجميلة اللي قالها سفر الأمثال في 27:7، النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلو. نفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر ايه؟ كل مر حلو. المفتاح هنا، ان اللي شبعان بربنا مهما تقدمت له اغراءات هيقول لها لا، هيقول لها لا. يوسف قال لها ابعدي عنكي عني، دعيني ان اخلاقك مرضى. انت مريضة باخلاقك، ابعدي عني اخلاقك مرضى، بعيدي عني انت اخلاقك ايه؟ مرضى. فالمفتاح هنا في الشبع، النفس الشبعانة تدوس العسل. اعملوا معروف، امتحنوا كل الاشياء وتمسكوا بايه؟ بالحسن. انا دردشت معاكم على قد فهمي، ربنا يبارك حياتكم، يديكم نعمة وبركة، كل سنة وانتم طيبين، لإلهنا المجد للأبد، امين.